الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وأحلاه. هذه كلمة خفيفة ونعدكم إن شاء الله بعدم الإطالة. يقال استطرادا في فنون الإلقاء، يقال لو قال الناس يا ليته أطال خير من أن يقال يا ليته سكت. أن تتكلم والناس تتشوق إلى الزيادة خير من أن تتكلم يقول يا ليته سكت، حتى لا تفسد يعني ما قدمته في بداية الكلمة. فإن شاء الله نعيدكم بعدم الإطالة، وإذا طلنا العشاء على أبو فهد تم. جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا إليها وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فيقال له عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا وكذا، وهو لا ينكر شيئا مما يعرض عليه ومشفق من كبار ذنوبه التي لم تعرض. الآن تعرض تفاصيل الذنوب الدقيقة وإلى لما عرضت الكبار، وهو مشفق من كبار ذنوبه وهو لا ينكر شيئا من ذلك، فيقال ارفعوا واجعلوا كل مكان كل سيئة حسنة. فيقول يا ربي إني عملت أعمالا لا أراها هنا، هناك بعض الأعمال يعرفها هو، قال إني عملت أعمالا لا أراها هنا. يقول أبو ذر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قيل النواذج الأنياب وقيل النواجذ هي الطواحن، وهذا من مبالغته صلى الله عليه وسلم في الابتسامة التي ظهرت بعد كلامه صلى الله عليه وسلم حول كلام هذا الرجل. يقول أنا عملت أعمال ما أراها هنا، وكأنه يذكر ما دام أنها لم تعرض عليك أعرض عنها، ونال المغفرة والحسنة التي بدلها الله سبحانه وتعالى، كل سيئة بدل مكانها حسنة. هذا الحديث هو حديث عن الرجاء، حديث عن رحمة الله وفضله وكرمه الذي غمر به العباد. من نحن بدون فضله وكرمه ورحمته جل في علاه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن مشهد من مشاهد اليوم الآخر لرجل يخرج من النار ويكون آخر أهل النار خروجا منها ويكون آخر أهل الجنة دخولا إليها، فتعرض عليه الأعمال. وهذا سبحانه من كمال عدله أن الأعمال تعرض على العبد وتوزن. لو الله أخذ العباد وأفناهم وجعلهم عدما، نحن عبيده تحت تصريفه. لذلك قال عيسى في سورة المائدة عليه السلام قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، هذول عبادك اللي أنت أوجدتهم من العدم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فمع ذلك الله جل وعلا من رحمته وكمال عدله يعرض عليك الأعمال. بل جاء في حديث البطاقة، حديث عبد الله بن عمرو في سنة الترمذي، لما تعرض صحائف الأعمال وسجلات الأعمال الله يقول له هل ظلمك كتبتي الحافظون، يعني يجعل له مجال للاعتراض والاحتجاج، لكنه يعلم أن هذه الأعمال مرصودة عند العدل الكريم سبحانه وتعالى، الذي يعني ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا كتبها على العبد. قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذرة في لغة العرب هو النمل الذي لا وزن له، لا وزن له. ثم سبحانه يجازي العباد على أعمالهم، حتى الكفار منهم أعمالهم الحسنة يجازون عليها. وهذا في البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم العبد كذا مثقال ذرة وإن الكافر ليطعم بحسنته في الدنيا، فإذا جاء في الآخرة فلا حسنة، يعني بمعنى الكافر إذا عمل أعمالا من أعمال الخير فإن الله من عدله يجازيه بهذه الأعمال التي عمل، الأعمال الحسنة يجازيه في الدنيا، يعوضه بالدنيا بعطاء. أصلا مهما عمل من الأعمال الحسنة لن تبلغ نعمة من النعم التي جعلها الله لأحد من خلقه، لا نعمة بصر ولا نعمة شم ولا نعمة تذوق ولا نعمة. فالله من عدله حتى الكافر يطعم ويجازى بحسنته في الدنيا، لكن أما في الآخرة فإن العبد المؤمن يجازى بأعماله الحسنة في الدنيا وفي آخرته، يجازى بالأعمال الحسنة في الدنيا وفي آخرته. فلما عرضت عليه صغار الذنوب بتفاصيلها الدقيقة أشفق من الكبار التي لم تعرض بعده، هذه الصغار الآن وبالتفاصيل الدقيقة، فجعل الله مكان كل سيئة
حسنة بفضله وكرمه سبحانه ورحمته، فكأنه استحضر قال إني رأيت أعمالا لا أراها. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه بعض الوقفات والفوائد، نذكر شيئا منها ولا نحصيها. الوقفة الأولى، سؤال يتبادر إلى الذهن: أين ذهب عرض كبائر الذنوب؟ كبائر الذنوب التي لم تعرض على ذلك العبد أين ذهبت؟ والله إخواني إني قرأت كلام ابن القيم، يا أنه يكتب بماء الذهب، بماء العين، ينقش نقش، وكأنه يفسر المراد في هذا الحديث. في مدارج السالكين يقول ابن القيم رحمه الله: فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار يتطهرون بها في الدنيا، فإن لم تفي بطهرهم طهروا في نار الجحيم. شوف شوف الكلام العميق، يقول لأهل الذنوب ثلاثة أنهار يتطهرون بها في الدنيا، فإن لم تفي بطهرهم، يعني هذه ثلاثة أنهار في الدنيا ما تطهروا بها، لم تفي بطهرهم طهروا في نار الجحيم. النهر الأول التوبة النصوح، النهر الثاني الأعمال أو الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها، أعمال الخير. الثالثة المصائب المكفرة لهذه الذنوب. فإذا أراد الله بعبده خيرا أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة في الدنيا، فإذا دخل في أحدها وقاه الله من الطهر الرابع وهو الدخول في النار. شوفوا الكلام. الآن الإنسان يقترف ويقصر في جنب الله ويفعل من الأعمال السيئة والخاطئة، فإنه في الدنيا من رحمة الله جعل لك أكثر من نهر وباب يغفر به الذنب. قال ابن القيم النهر الأول التوبة النصوح، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها إن ربك من بعدها لغفور رحيم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فالتوبة تمحي هذا الذنب الذي فعله العبد واقترفه، هذا نهر أول. فإذا قصر فيه العبد، النهر الثاني قال الأعمال الصالحة أو الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها، يعني أنت لم تتب من هذا الذنب ولكن كان عندك من جوانب الأعمال الصالحة وأعمال البر ما كفر به الذنب. وهذا له شواهد كثيرة في السنة، أن الإنسان له أعمال صالحة خصوصا التي يتعدى نفعها، الأعمال الصالحة اللي نفعها يتعدى الغير، هذا ما تكفر به الذنوب. وكذلك الأعمال بين العبد وبين نفسه التي يقر ويعترف فيها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد إلى جانب العمل الصالح في تكفير هذه الذنوب. ولذلك تعرفون سبب قول الله، نزول قول الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. في صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله إني عالجت امرأة دون أن أمسها، عالجتها يعني أتيت منها كل شيء إلا ما يأتي الرجل من زوجته، قبل وفعل أشياء نحو ذلك. فقال عمر فقيه، قال: لقد سترك الله لو سترت على نفسك. الإنسان ما هم مطالب أنه حتى للقاضي أو ولي الأمر في أن يعرض ما فعل بينه وبين الله، سترك الله، لقد سترك الله لو سترت على نفسك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فأدبر الرجل انطلق، فأرسل رجلا في على إثره يعني ناديه، فعاد الرجل فأنذر الله قوله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال: ألي هذه خاصة؟ أو قال رجل من الصحابة: أله خاصة هذا الفضل؟ قال: لا، بل لمن عمل بها من أمتي إلى قيام الساعة، أنه من أتبع سيئاته الحسنات فإنها تغفر وتكفر. وكذلك الحديث صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت حدا فأقمه علي، وحضرت الصلاة فصلى معنا، ثم قال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وصليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر لك، وفي لفظ: فقد غفر الله حدك أو ذنبك. وفي سنة الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وشوف بقول لكم شيء طالع من قلبي، أي والله إخواني، لعل
عند أغلبنا ذنب يعتاده بين الفينه والأخرى، يعني ذنب يغلب نفسه الضعيفة الأمارة بالسوء ويعتاده ويفعله. أنت مأمور ترى أنك تجتهد في ترك الذنب وتجتهد في قطع كل سبب يؤدي إلى هذا الذنب، هذا اجتهاد. لكن إن ضعفت النفس والأمارة بالسوء، إن ضعفت وجاءت وكررت مثل هذا الذنب، فاغمر هذا الذنب ببحور الحسنات، اغمر هذا الذنب ليختفي. كما تتصور أن النقطة السوداء اللي تكون من مشروب نشربه قهوة شاي، إذا غمر بماء غفير اختفى ولم يبن أثره، صح ولا لا؟ فكذا الذنب الذي يعي الإنسان تركه فعليه أن يغمره ببحور الحسنات، خصوصا أكرر الأعمال التي يتعدى نفعها للغير، كما جاء في الترمذي قال والصدقة تطفئ الخطيئة، تطفئ، شوف يعني جعل كأن للذنوب لهيبا، ما الذي يطفئه؟ الصدقة كعمل متعدي نفع. قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والحديث الآخر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت كذا ذنبا، فقال هل لك من أم؟ لاحظ وين الإرشاد، قال هل لك من أم؟ قال لا، قال ألك خالة؟ قال نعم، قال فبرها. رغم أن هنا الذنب ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوبة، مع أنه أشار في أحاديث أخرى إلى وجوب التوبة من كل الذنوب والمعاصي، ولكنه أرشده إلى شيء من العمل الصالح الذي يتعدى أثره فيغفر به الذنب. قال ألك أم؟ قال لا، قال لك خالة؟ قال نعم، قال فبرها. فدل على أن هذا البر مكفر للذنب الذي اعترف به للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا أعياك الذنب اجتهد في أن تعمل أعمالا صالحة تعقبه فيغفر بذلك الذنب ويتجاوز الله سبحانه وتعالى عن ذلك العبد. النهر الثالث الذي ذكره ابن القيم نهر المصائب المكفرة، وهذا يسمونه الجانب المشرق، نصف الكوب المليء، أن المصيبة أقل ما فيها، أقل ما فيها أن الإنسان ينظر إلى الجانب الإيجابي، ولكنه أعظم ما فيها من الأثر الأخروي مغفرة الذنوب. لذلك يقول أحد السلف قال لولا المصائب لأتينا يوم القيامة مفاليس، صدق. يعني لولا المصيبة، كل المصائب اللي تصيبك، كل شيء، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم حتى الشوكة يشاكها، شوكة تضرب في هاي ثقافة الاحتساب في كل مصيبة حتى من غير المرض. ها الواحد منشرت سيارته تشوفه اسكت مطنقر وزعلان، ورغم أن ما في هذا الحادث البسيط لتاير سيارة فيه من تكفير الذنوب ورفعة الدرجات. لذلك لعل العبد غفر له بمصائب وقعت عليه وصبر عليها ورضي، لكن اشتراط متى تكون المصائب مكفرة؟ متى؟ إذا صبر، ليس فقط المصيبة ويجزع عليها ويولول ثم يريد العوض من الله جل وعلا يوم القيامة، إنما المصائب التي يصبر عليها. وهذا أصلا جانب يجعل الإنسان يتلذذ في موضوع المصيبة التي تقع عليه، لا يرجوها، ما حد يتمنى المصيبة، ما حد يتمنى أن يصاب في شيء من ماله أو بدنه، أو ما يتمنى هذا الشيء. ولكن إن وقع هناك جانب من جوانب الأذى الذي ينبغي أن تتفكر فيه، هو أن الله يغفر ذنبك ويحط من أوزارك وتمحى كثير من الذنوب التي نسيتها من التوبة ونسيتها من الأعمال الصالحة. ذنب ما تدري لا تبت منه ولا سألت الله المغفرة، فتأتي يوم القيامة وإذا بالمصيبة التي وقعت عليك كفرت هذا الذنب الذي كنت تخشى. إذن كم نهر يا إخواني؟ ثلاثة أنهار: التوبة، النصوح، النهر الثاني الأعمال الصالحة المحيطة بهذا الوزر، ثلاثة المصائب المكفرة لهذه الذنوب. قال ابن القيم فإن لم تفي بطهرهم طهروا في نار الجحيم. فيجاب عن هذا الحديث وين راحت الكبائر، أين ذهبت؟ قلنا أنه آخر أهل النار خروجا منها. فلعل هذا الدخول، دخول إلى النار الذي دخله وعذب بقدر ذنوبه وسيئاته، غفرت بسببها الذنوب والخطأ. ولكن حنا طبعا ما نسهل هذا الأمر، الحمد لله النار تكفر، من يصبر على النار؟ من يصبر عليها لدقائق؟ من يصبر على أدنى نار الدنيا؟ ما حد يصبر. فالإنسان يجتهد في دنياه، لأن ابن القيم قال فإذا أراد الله بعبده خيرا أدخله أحد الأنهار الثلاثة،
يقول إذا أراد الله بخير دخل في أحد الأنهار الثلاثة حتى يستوفي بذلك مغفرة وتكفير جميع الذنوب التي أتاها وفعلها. فاجتهدوا يا إخواني دائما في اليوم، لابد أننا نصيب نهرا من هذه الأنهار، لأن عندنا من الذنوب الله يتجاوز عنا، الله يتجاوز عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا منه وما أعلنا من دعائه وما أنت أعلم به منا، من كثرة أخطائنا ما عاد نحصيها، لا دفتر لا كتاب. الله يتجاوز عنا ويرحمنا برحمة، إنه الرحمن الرحيم. الوقفة الثانية في هذا الحديث، يا حظنا بالله، يا سعدنا بالله سبحانه. لو الله عاملك بسيئتك وحسنتك سواء، يعني جعل الحسنة بمثلها كما أن السيئة بمثلها، رحنا فيها. والله يا إخوان لو أن الله جعل حسنتك بمثلها، وهذا من تمام عدله، ها؟ هذا من العدل. لا، الله جعل كل أعمالك الصالحة التي تستحقر شأنها يجعلها مضاعفة في الأجور إلى درجة ما تصورها، بل الله حتى بموتك وانقطاع عملك يجعل لك سبيلا من الأعمال التي يجري عليك أجرها حتى بعد موتك. هو في فضل بعد هذا، تقوم بصدقة جارية، ولد صالح يدعو، حتى في سنن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل لترفع درجته في الآخرة. شوف ما يدري من جات، قال أن لي هذا. يعني الرجل ما قاعد يتصور هذه منين. الآن تخيل أنت واحد من الدنيا وقال ترى لك 20 مليون، ما تسأل من وين اللي طال عمرك جيبه. هذا الرجل يستعظم العطاء، قال أن لي هذا، قال باستغفار ولدك لك. يعني هذه كما قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح ندعو له. فنحن بدون الله لسنا بشيء. والله أعمالك، كل أعمالك لو قوبلت بالعدل فقط دون الرحمة والفضل، والله تروح فيها، وأنا منهم، والله نروح فيها. لكن الله جعل السيئات ما تفعل، ما تكتب إلا بالعمل، النية ما تكتب، والحسنة تكتب بالنية. إذا هم العبد بحسنة فاكتبوها لو لم يفعلها، وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها حتى يفعلها، في البخاري ومسلم المسعود. فضلا أنك إذا عملت قوبلت السيئة بمثلها، ثم بلك الله على مكفرات لها. بالله عليك لو تبي تحصي في القرآن والسنة عدد مكفرات ما تفعل من الذنب والمعاصي، كم ما تحصرها، كل شيء يدلك الله، يقول هذا يكفر الذنب، هذا يغفر الذنب، هذا يتجاوز. ثم جعل من أعمالك الصالحة مضاعفة في الأجر والفضل، من 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. في صحيح مسلم: جاء رجل فتصدق بناقة مخطومة بخطامها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده لتأتين يوم القيامة ب700 ناقة مخطومة. هو تصدق بناقة تأتي يوم القيامة ب700 ناقة، وهذا يدلك على الأسر الذي نقع نحن فيه لفضل الله جل وعلا ورحمته. الله يتغمدنا وإياكم برحمته الواسعة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام على فضله وعبادته قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته في مسألة دخول الجنة. الفائدة الأخيرة وأختم: لماذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي أضحكه؟ قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، لما قال الرجل: إني عملت أعمالا لا أراها هنا، وين الأعمال؟ قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو من شدة ضحكه وابتسامته صلى الله عليه وسلم بدت النواجذ، لعظم ما في قلبه من الرحمة بالناس. يا إخواني، الرحمة بالمدعوين كانت أهم ركيزة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد كل الدعاء اليوم أن يتخلقوا بها. النبي عليه حتى في البخاري مسلم يقول عليه الصلاة والسلام لأم عائشة لما سألت: ما أشد ما مر عليك في يوم الطائف؟ قال: فأقبلت وأنا مهموم على وجهي، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. الهم ذا وشه؟ ما هو بهم على الدنيا التي أدبرت أو على التجارة التي بارت، لا، هم من الله ما هداهم، من رحمته. امتداد الحديث: يأتي ملك الجبال، قال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين،
وهما جبلان عظيمان في مكة. يعني جاءت ساعة الانتقام عنده صلى الله عليه وسلم. الآن خذ بالثار، هذا وقت الانتقام، أدموك وضربوك وطردوك وشتموك ولا تستطيع أن ترجع إلى مكة، انتقم. قال لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. مرة سمعت قريت الشيخ سلمان عودة الله يحفظه يقول فبلغ من رحمته صلى الله عليه وسلم بأناس لم يخلقوا بعد يعني لا زالوا في أصلاب آبائهم، لا يزال ما طلع. قال يعني رحمته صلى الله عليه وسلم ليست بمخلوق موجود من الناس. قال لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك بشيء، يعني يرحم الذي لم يخلق بعده. هذا تمام الرحمة منه صلى الله عليه وسلم، تمام الرحمة في المقياس البشري، وما رحمة الله سبحانه فلا يوازيها شيء. هذا يجعلك يجعل كل داعية ورجل محتسب كل إنسان أن يعلم أن دعوته لا بد أن تغلف في الرحمة، لا بد أن تكون الرحمة الدعوة مغلفة بالرحمة والشفقة على المدعوين، وليس للغلبة وكسر خشومهم وحشر المخطئ في زاوية كأنك تنتصر على. وهذا الواقع اليوم، ترى شفت وسائل التواصل هي ما جعلت أخلاقنا سيئة وإنما كشفت أخلاقنا، فالطيب شرواكم موجود. لكن فيه اليوم في وسائل التواصل حتى بقوم باسم الدين يفتخر بأنك تكون مخطئ، ينبسط بوجودك في دائرة الخطأ والزلل ويفرح ويشمت باسم الدين. يعني صار ربما بعض أهل المعاصي في شماتتهم أهون من حاله، لأنه دثر شماتته بالشريعة، دثر شماتته بالإسلام للأسف. على كل حال هذا الحديث بمجمله قلنا أن هذا الرجل إما أنه طهر بالنهر الأول التوبة، أو بالنهر الثاني الأعمال الصالحة، أو بالنهر الثالث المصائب المكفرة، أو أن دخوله للنار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مكفرا لكبار ذنوبه ولذلك لم تعرض. والعرض من الله جل وعلا يوم القيامة لا يعني العقاب، لأن في البخاري ومسلم من حديث أم عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب. فقالت يا رسول الله ألم يقل الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال ليس ذاك بالحساب وإنما ذلك العرض، يعني هذا مجرد العرض. والحكم من هذا العرض، عرض الذنوب، أن يبين الله لك شدة تقصيرك وعظيم فضله عليك. الله يوم يعرض ذنوبك هذه يريد أن يبين لك عظم تقصيرك ويريد أن يريك فضله سبحانه ورحمته. ختاما، اللهم يا من هو في جلاله عظيم وبعباده رحيم ولمن عصاه حليم ولمن رجاه كريم، أن تغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا منها وأخرنا، وما أسررنا منها وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.